إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الحج أحد أركان الإسلام العظام ومبانيه الجسام. أمر الله سبحانه خليله عليه السلام فقال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وجعله الله عز وجل ركنا عظيما، حذر من التفريط فيه، فقال سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. تحذير وإشارة إلى خطورة التهاون في التأخر عن أداء هذه الفريضة العظيمة. جاء في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وجاء في رواية: وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. عباد الله، وعد الله من أتاه حاجًا قاصدًا بيته الحرام أن يكرمه بالعطاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وجاء في حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أي رجع من الذنوب بصفحة بيضاء نقية طاهرة قد غفر الله ذنوبه، لأنه أقبل على الله بكليته، فكان تائبًا منيبًا قد عظم ما عنده من الرجاء في ربه سبحانه وتعالى، وما عنده من العطاء. فالله الله عباد الله، بالمبادرة بأداء هذه الفريضة والإقبال عليها قبل أن يحال بين المرء والقيام بها. جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قالها ثلاثا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. عباد الله، بادروا بالحج، فإن أحدكم لا يدري، لعله يمرض المريض وتضل الراحلة، أي لا يستطيع الإنسان على السير إلى مكة، وربما تعرض الحاجة، فبادر قبل فوات الفرصة وانتهاء المهلة. عباد الله، قد أعظم الله الأجر والمثوبة لمن حج بيته،
فجعل غفران الذنوب جزاء وجعل العتق من النار جزاء. جاء في الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. وجاء في الأثر أيضا أنه ما رؤي الشيطان أحقر منه ولا أدحر من مثل يوم عرفة لما يرى من رحمة الله عز وجل بعباده. وجاء في الحديث أن الله سبحانه يباهي بأهل الأرض بأهل عرفة أهل السماء، يقول سبحانه: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا. جاءوا يريدون رحمة الله عز وجل، يطلبون مغفرته، فتعرضوا لمثل هذه الرحمات. وكونوا ممن أقبل على الله يرجو ثواب الله، جاء ملبيا النداء، جاء طامعا فيما عند الله عز وجل من الثواب. خزائن الله ملأى لا تنفد من كثرة الإنفاق. تذكر يا عبد الله حين تحرم بالحج أنك قد تخلصت من هذه الدنيا، تريد الفكاك من أسر هذه الشهوات والذنوب كما تخلص الميت ببدنه من هذه الدنيا، فأحرمت برداء وإزار يذكرانك بالكفن، فكأنك أقبلت على ربك وتركت الدنيا وراءك. لبيت بالحج، لبيت تريد إجابة دعوة ربك سبحانه، تقصد بيته الحرام، ترجو ثوابه، لبيك اللهم لبيك. كلمة عظيمة يقولها كثير من الناس لكنهم لا يفقهون معناها. معناها طاعة بعد طاعة، ومعناها إجابة لك يا ربي بعد إجابة، تلبية للنداء لما ناداهم لحج بيته الحرام. حتى إذا طاف بالبيت تذكر أنه نزل عند أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، فلا يحرم بإذن الله كرم الوفادة والضيافة. فالله الله عباد الله بالإقبال على الله والتعجيل بأداء هذه الفريضة، حتى إذا وقف المرء بعرفة تذكر هذا الفضل العظيم. جاء في قصة فيها عبرة وعظة، قيل لرجل من الصالحين أو قال متكلما في القوم، قال: أرأيتم لو أن هذا الجمع، هذا العدد الكثير العظيم، لو رأيتم أن هذا الجمع جاءوا إلى رجل من أهل الدنيا ممن أعطاه الله مالا وتجارة، فسألوه دانقا، أي سدس درهم، شيء يسير حقير عند أهل الأموال، أكان يردهم؟ قالوا: لا. قال: فوالله لطلب أهل هذا الموقف، أي أهل عرفة، طلبهم أهون على الله من هذا الدانق. فالله الله عباد الله بالإقبال على الله وبالتعجيل بأداء هذه الفريضة، فإن الله سبحانه وتعالى قد وعد، والله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد عباد الله، فأوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله، فإنه من اتقاه وقاه وكفاه، وهي خير زاد تزود به المسافرون إلى الله، فاتقوا الله. عباد الله، شأن الحج عظيم وجزاؤه عظيم، فمغفرة الذنوب حاصلة لمن أقبل على الله وقد تعلم أحكام الحج وعرف ما أراده الله منه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم. فوجب على المرء أن يتعلم أحكام الحج وأن يأتي بنفقة حلال
حتى يقبل منه، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فرب أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. فالله الله عباد الله، بالحرص على النفقة الحلال وعلى الإقبال على الله بتعلم أحكام هذه الفريضة، كيف حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ننال الأجر والمثوبة. جاء عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد أن يسلم، قال يا رسول الله هات أبسط يدك فلأبايعك. فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يمينه، فقبض عمرو يده فقال أشترط يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم تشترط بماذا؟ قال أشترط أن يغفر لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم تعلم أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما قبلها وأن الحج يهدم ما قبله؟ فالله الله عباد الله، بالمبادرة بأداء هذه الفريضة والإقبال عليها. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال لكن جهاد لا قتال فيه، الحج. فبادروا عباد الله بأداء هذه الفريضة والإقبال على الله بها، واعلموا أن المتابعة بينها وبين العمرة فيها أجر عظيم. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تابعوا بين الحج والعمرة، تابعوا بين الحج والعمرة، فإن المتابعة بينهما تنفيان الخبث كما ينفي الكير، أو قال ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. فأجور حاصلة وغنى بإذن الله تعالى متحصل عليه بإقامة هذه الفريضة وبالمتابعة بينها رجاء الثواب والغفران. فالله الله عباد الله، بالمبادرة بها والحذر من التأخر عنها. فقد جاء في الأثر عن عمر رضي الله عنه أنه قال لقد هممت أن أبعث في الأمصار فينظر، أي إلى عماله والولاة في تلك البلاد، فينظر من وجد سعة ولم يحج، أي ينظر من كان غنيا قادرا على الحج ولم يحج. قال فيضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. يحذر من مثل هذا الصنيع، ولا يعني تكفيرهم، وإنما يريد بأن هذا على خطر عظيم. فبادر عبد الله بأداء هذه الفريضة لتحصيل الثواب والمغفرة بإذن الله. ثم اعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى فيه بملائكته، وثلث بأمر المؤمنين به، فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأئمة الحنفاء الأربعة الخلفاء أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وذي النورين عثمان وأبي السبطين علي، وعن بقية أصحاب نبيك الطيبين، وعن أزواجه أمهات المؤمنين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم، اللهم اكشف عنهم ما حل بهم يا رحمن يا رحيم. اللهم آمنا في أوطاننا،
اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، واجعل أعمالهم في رضاك يا رب العالمين. اللهم وفقنا لحج بيتك الحرام، اللهم اجعلنا فيه ممن حج فقبلته يا رب العالمين، فرجع بذنب مغفور وحج مبرور وسعي مشكور. اللهم سلم الحجاج والعمار، فإنهم وفدك يا رحمن، فردهم إلى أهلهم سالمين غانمين يا رحمن يا رحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا استووا واعتدلوا تراصوا، حاذوا بالمناكب والأقدام، وسدوا الفرج، ثم الصفوف الأول فالأول. الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، جهنم يصلونها وبئس القرار، وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله، قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.